أما جهادنا نحن إخوة الإسلام فلقد علمنا الجهاد بفضل الله عز وجل. والله علمناه لا نريد به علوا في الأرض ولا فسادا، لا نريد به إلا الدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين. بهذا أمرنا الله عز وجل، ونبشركم اليوم بأن طلائع شبابنا قد وصلت إلى أرض الجهاد. طلائع شبابنا قد وصلت إلى أرض الجهاد، وقد وصيناهم قبل ذلك أن يتحلوا بمكارم الإسلام، لا يغتصبوا رأيا ولا يعتدوا على طفل ولا يقتلوا بريئا ولا يزففوا جريحا على جريح، لأن هذه أخلاق الإسلام. وجهادنا دعوة إلى الله عز وجل. شبابنا تخلوا عن بيوتهم وأوطانهم، وتخلوا عن الأهل والأقارب إلا لأمر واحد، إرضاء لله ورسوله ونصرة للمستضعفين المظلومين. نقول لحزب الله، إذا سألتم عن شبابنا في أرض الجهاد فسوف يقولون لكم وجها لوجه، مهما